مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاعي اليوم. انا مرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلار هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، تشارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا دائما لعشاق الخيش، اليوم راح نشوفوا كيفاش نزينوا هذا الطاجين. الطاجين هذا يلي اول مره على اليوتيوب، هذه الفكره ما تلقاوهاش غير في قناه ريسيكلار هاند ميد. دونك راح نشوفوا كيفاش نزينوا الطاجين تاعنا، نقدروا نستعملوه في الافراح تاعنا ولا في المنزل، يعني لاستعمالات مختلفه. دونك كيما كتشوفوا طاجين قديم، كنت جبت فيه حلوه، يعني من في الافراح تاعنا نمدوا لي جاتو الحلويات في هاد لي طاجين اللي هما طبعا تقليديين يمثلوا تقاليد تاع الجزائر الحبيبه. دونك انا جاتني فكره، قلت كانوا عندي زوج، بون واحد راح تشوفوه معايا ان شاء الله بلا بينتور، وهدايا لو دوزيام حبيت نغلفو بالخيش وبلا دونتيل. دونك ما خرجت، ما شريت حتى حاجه. دونك واش راكم تشوفوا كامل مسترجعه خيش، اذا استعملت سيليكون، خيط الخيش، ورود مسترجعه، هاد التويل طرافاي تاني قطع يعني مسترجعه، دي غالون فيهم لا دونتيل. دونك واش يكون عندكم، انا واش كان عندي حطيته كامل قدامي اي جو مانسبير. دونك كيفاش راح نخدم لو طاجين تاعي، اني اون طرافايون جو مانسبير اون طرافاي، يعني نخدم وراني نفكر كيفاش ندير الديكور. دونك جبت صحن دائري، رسمت الصحن تاعي، راح نقيس درك على القبعه تاع الطاجين تاعي الجزء العلوي. دونك رسمت ابوبري يعني مقاس، ما حبيتش نقسم الدائره على اثنين ما تخرج ليش. دونك رسمت عادي الشكل، ومن بعد درت بوشوار استعملته هو باش رسمت به الجزء الثاني اللي حلصقو في الجهه الثانيه. حاب يقول القطعه تاعي قسمتها الى قطعتين، ومن بعد درت هذه الطريقه باش يجي القماش تاع الخيش يعني يكون لاصق ابلا، ما يخرج باسكو القماش تاع الخيش ديجا خشين شويه. دونك اذا خرج لكم كانوا فيه دي بلي، يعني كان فيه انطواءات، دونك راح يكون شويه الحاله، راح تكون شويه خشينه. انا حبيتو يلصق لي مليح في الطاجين تاعي. دونك راح نلصق دركا، عمليه بسيطه بالسيليكون عادي، وما تخافوش انا القماش تاعكم تاع الخيش راهو خشين، دونك ما بتكثروا السيليكون وشعله. اذا راح نلصق لي دو بياس، القطعتين الجهه اليمنى والجهه اليسرى عادي بالسيليكون، ومن بعد القطعه الثانيه السفليه يعني الصحن كذلك راح نغلفوا بقماش الخيش. تشوفوا معايا من الجهه السفليه، ومن بعد تشوفوا معايا الديكور كيفاش راح يكون.
دونك بعد ما غلفت القطعتين تاع الطاجين كيما شفتوا معايا بالخيش عادي والسيليكون الفوق دوك باش نثبت برك هذيك القمه هذيك اللي نحكموا بها الطاجين ولا بالخيط تاع الخيش. دونك دورت عليها عمليه سهله، دورت عليها الخيط تاع الخيش وثبتته في النهايه بالسيليكون هكذاك باش نحدد فقط القبعه تاعي، لانه في النهايه حتشوفوا بلي راح نزينها بورود في القمه. فوالا درك واش راح ندير هنايا، كان عندي قلت لكم لو تول طراواي هاد القطعه الكبيره اللي راهي من تحت، يعني شفتوا الشكل تاعها يعني عجبني الشكل الجميل راهو مبرجه. دونك راح نديرو في بوغ كاشي لي ديفو هادوك باش نغطو هادوك لي ديفو تاعنا، يعني وين الخيش ما راهوش مغطي كامل وين. دونك نتوما حاولوا كيفاش تغطوا لي ديفو تاعكم. دونك انا لصقته اوتوتور، قطعت القطعه هذيك وبعد شو وين تلاقاو القطعتين تانيت راح نغطيها بهاد لو غالون اللي فيه خرز وفيه يعني يتناسب مع الديكور هدايا، وزدت قطعه ثالثه فوالا باش نكون يعني في لو تيم تاعي، باسكو شفت قطعتين ما عجبونيش كي جاوا هكداك القطعتين، قلت لكم راني نخدم وراي تجيني الفكره كيفاش جو ميسبيغ اون ترافايون، راني معاكم نخدم ونقول كيفاش ندير هادي كيفاش ندير هادي لا نديرها هكذايا اكسيتيرا. الصح نتاعي كذلك قلبته، كانوا عندي هادو الورود تاني تاع شو ترافاي ورود مسترجعه، دونك ثبت فوالا كيما درت للصحن ثلاث ورود باسكو الي ترونسبارونت يعني ما فيهاش بزاف شغل محروجه برك العقاش. الفوق درت اون بتيت فلور يعني ورده صغيره توجو قعدت في لي ميم نيونس في لي ميم كولور في لو بلون فوالا. دونك وظفت لو ماتيريال اللي كان عندي يعني الورود اللي كانت عندي على حساب الديكور تاعي فوالا. احنا عندنا هاد لي طاجين نغلفوهم صح نزينوهم ديكور كابيل يعني بربر قبائلي الديكور القبائلي تاعنا. دونك انا غيرت شويه باسكو عبالكم الخيشه راهي توندونس دائما نقولكم باش درت هذا الديكور وغلفت هذا التاجين. دونك طيت له دوزيام في حياه ثانيه، دونك خرج كيما راكم تشوفوا انا عجبني با ما عجبنيش بزاف بزاف مي عجبني لو جيتي ساتيسفايت للريزولتا، بدلت شويه دونك هاوليك الريزولتا. دونك جيسبر نتوما تاني يعجبكم ويعجبكم لايكيوه دائما وبقاو في دائما في المتابعه، عندنا افكار حصريه دونك نتلاقاو ان شاء الله في افكار وابداعات اخرى. بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، مع السلامه.